السلام عليكم. بسم الله. الامتحان الثالث اللي هو التاسع يعني، بس بالنسبة لكم الامتحان الثالث على التفاضل، امتحان الوزاري. أسئلة التفاضل طبعا اللي عليها علامة خضراء. هاي أول 3 أسئلة. طلاب العلمي تجاوب الأسئلة اللي عليها علامة خضراء. هذا كان آخر سؤال اللي عليه العلامة الخضراء. ربي يحفظكم ويوفقكم دائما.